أهلا وسهلا بك يا عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي دجاج مشوي ومحشي في الفرن. هسه أشوف لك المواد المطلوبة وطريقة العمل. أكلتنا لهذا اليوم هي الدجاج المحشي بالفرن. أحتاج لها طبعا دجاج، هنا عندي 2 مغسولين غسلتهم وملحتهم لكم ينشفون من المي والدم اللي بيهم. طبعا الدجاج حسب افراد العائله اللي انت، يعني افراد عائلتي ايش قد هم. عندي هنا لوز كله مغسول ومقشر جاهز، عندي زبيب حسب الرغبه، عندي البازاليا هاي طلعتها من الفريزر، احتاج رز، ولتتبيله الدجاج احتاج ملح، زنجبيل، فلفل اسود، زيت الزيتون، خل ابيض. هذه بعدين راح اخلطهم مع بعض واتبل الدجاجه من فوق، لانه انا متبلتها بالملح من الداخل، ما احتاج اتبلها بهاي التتبيله من الداخل. وهسه راح ابدي اقلي اللوز اللي عندي ثم اسوي الرز. بعد ما انتهيت من تحميص اللوز بالزيت مثل ما تلاحظين طلعته، هسه راح اخلي الرز اللي عندي بهذا الزيت، اضيف له قليل من الملح، قليل من الفلفل الاسود، الحرارة للواحد مي على قد الكمية، مثلا كل نوعية الرز ايش قد يحتاج مي، تخلين المي اللي يحتاجه للرز اللي دا تسويه. وراح اتركه على النار بعد ما اخلي له المي، وبس ينشف المي من عنده واطلعه قبل غد، لانه راح اخليه بالفرن، احشيه بالدجاج واخليه بالفرن، وراح يعني يكتمل نضوجه بالفرن. بعد ما خليت الرز على النار راح اخلط الخل مع زيت الزيتون، والفلفل الاسود، زنجبيل، والملح. هذه المواد جميعها مع بعض، صارت عندي الخلطة جاهزة. بعد ما نشف عندي المي من الرز صار بهذا الشكل، راح اخلط نصف هذه الخلطة، خلطة الزبيب واللوز، اضيفها على هذا الرز نصها مو اكثر، اخلطهم مع بعض. دجاجة واحدة وأبدي أحشيها بهذا الرز اللي جهزته. هسه أحاول أحشي جوانب بين الجلد أيضا بهذا الرز. وأحاول أغرقها بال، عندي هنا هذه الأوعية اللي نستعملها بالأسنان، أحاول أغلقها بهذه. طبعا انا من اشوي الدجاج اقص الجلد، كل هاي الجلود الزيادات اقصها، بس اليوم بقيتها لانه محتاجتها بدي اغلق الدجاجة بيها. هكذا واحدة ثانية، احاول اعدل الرز بالجوانب، غلقتها تماما،
هنا اذا تحبين ايضا ان تحشين رز ايضا تغلقينها بعود اسنان. هذه هذا المقص المطبخ، اقص الجلد الزايد واكبه. هكذا صارت عندي الدجاجه بهذا الشكل. اخليها بالقالب الخاص للشوي واخذ الدجاجه الثانيه نفس العمليه. مثل ما تشوفين بعد ما انتهيت من حشو الدجاج، هسه عندي الخلطة اللي سويتها زيت الزيتون وخل وملح وفلفل اسود وزنجبيل. راح اضيف هذه الخلطة على الدجاج وامسحها كل الدجاجة بهذه الخلطة اللي سويتها من برا، لانه انا ما اريد طعم الحموضة ينطي على الرز، فما اخليها من يعني من داخل الدجاجة، ما احشيها بهذه الخلطة. خليها واحدة عكس الثانية افضل، وضعتهم الاثنين والخلطة الباقي راح اضيفها على الوجه، وراح اخليها بالفرن واتركها تقريبا يعني بين الساعة والثلاث اربع ساعة حسب حجم الدجاجة وحسب يعني الفرن اللي عندك. عزيزتي، هو هذا الشكل النهائي والاخير للدجاج بعد ما اخرجته من الفرن. طبعا بقى بالفرن بين الساعة والساعة وربع لانه كان حجم الدجاج كبير. أتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.